السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق أجمعين. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتعرف على درس جديد من دروس الوحدة الثامنة، ألا وهو بعنوان الأحياء البحرية. ولكن أبناء الطلاب، قبل أن نقوم بدراسة وقراءة هذا الدرس قراءة جهرية، لا بد أولاً وأن نتعرف على طريقة القراءة الصامتة لهذا الدرس. أبناء الطلاب، إذا نظرنا إلى هذه الصور التي أمامنا، فهذه صورة أسماك، وهذا هو نجم البحر الذي يشبه النجم في شكله، وهذا هو سلاحف البحر. والآن أبناء الطلاب، ننتقل إلى القراءة الصامتة. قم يا بطل بقراءة صاد 155 قراءة صامتة، ولا تنسى قواعد القراءة الصامتة. إذن ما هي قواعد القراءة الصامتة؟ وهذا ما سنتعرف عليه الآن. قواعد القراءة الصامتة: أولا، هي قراءة سرية تكون بواسطة النظر، ليس فيها صوت ولا همس ولا تحريك للشفتين. إذن هذا هو معنى القراءة الصامتة. شروطها: عدم الإشارة بالإصبع على الكلمة المقروءة. ثانيا، إمساك قلم الرصاص لتسجيل الملحوظات على هامش النص. ثالثا، الالتزام بالوقت المحدد للقراءة، تركيز وفهم المعنى لأتمكن بعدها من الإجابة عن الأسئلة. وأيضا أبناء الطلاب، لا ننسى معاهدة الاستماع التي تعودنا عليها، وهي التحلي بالأخلاق الفاضلة، الحفاظ على الهدوء والانضباط واحترام آراء الآخرين، والاستماع الجيد مع الإنصات، وعدم مقاطعة الآخرين أثناء الحديث. إذن هذا هو معنى القراءة الصامتة يا أبطال وشروطها. أما الآن سنقوم بقراءة هذه الفقرة قراءة صامتة. معك دقيقة واحدة يا بطل، فلنبدأ من الآن كما اتفقنا، ولا بد أن نطبق شروط القراءة الصامتة. فلنبدأ يا بطل. انتهينا يا أبطال، أحسنتم. والآن يا بطل، بعد القراءة الصامتة، أين تعيش الأحياء البحرية؟ من منكم يجيب يا أبطال؟ أحسنت يا بطل. إذن تعيش الأحياء البحرية في البحار والمحيطات. السؤال الثاني: يوصف بأنه صديق للإنسان، هو؟ نعم، أنت يا بطل، أحسنت، بارك الله فيك، الدولفين، ممتاز. أضع صح أو خطأ: السلاحف أكثر الكائنات البحرية عمراً. تفضل يا بطل. أحسنت، إذن العبارة خاطئة، ممتاز، بارك الله فيك يا بطل. ما الحيوان الذي يشبه النجم في شكله؟ نعم، أحسنت، إذن هو نجم بحري، أحسنت يا بطل، بارك الله فيك. ما الحيوان الذي يشبه الشجرة في شكله؟ أحسنت، بارك الله فيك يا بطل، إذن هو المرجان، ممتاز يا بطل، بارك الله فيكم يا أبطال. والآن أبناء الطلاب، نتعرف على الجزء الثاني من درس الأحياء البحرية. هذا هو صورة الأخطبوط، أحسنت، وهذا هو سرطان البحر، ممتاز يا بطل، وهذا هو قنديل البحر، ممتاز يا بطل. والآن يا أبطال، القراءة الصامتة للفقرة الثانية. قم يا بطل بقراءة صاد 156 قراءة صامتة، ولا تنسى قواعد القراءة الصامتة التي تحدثنا عنها في
القطعة السابقة ممتاز يا بطل. والآن معنا صاد 156، فلنبدأ يا أبطال. انتهينا يا أبطال، أحسنتم. والآن يا بطل، بعد القراءة الصامتة لهذه الصفحة، السؤال الأول: لماذا يهبط المحار داخل صدفة؟ أحسنت، ممتاز، حتى تقيه من الأخطار، بارك الله فيك يا بطل. السؤال الثاني يا أبطال: حيوان يتحرك سريعا في كل الاتجاهات دون أن يحرك جسمه، هو من يكمل يا أبطال؟ نعم أنت، تفضل. أحسنت، إذن هو سرطان البحر. أحسنتم يا أبطال. إذن الهدف الوجداني من هذا الدرس يا أبناء الطلاب، بعدما قمنا بالقراءة الصامتة، هو هذا الدرس يهدف إلى أن نتعلم، أحسنتم، لأن ندرك عظمة الله وقدرته عز وجل. وإلى هنا أبناء الطلاب، نكون قد انتهينا من القراءة الصامتة لدرس الأحياء البحرية. والآن أبناء الطلاب، ننتقل إلى شرح ومناقشة الدرس بعد قراءته قراءة جهرية وتردادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.